ور من هو بركة من الكتاب عيشنا بالوعود بركة من الكتاب عيشنا بالوعود بركة من الكتاب والبلد سير بحالك صحة ماشي ديالك والبلد سير بحالك والصحة ديالك ور من هو مريض بالسكر ومريض بالطانسيو وكيدير الدياليز وقطعوا ليه رجليه ومني كتخرج ليه الطبيبه الدواء ما كيلقاش مسكين حتى باش يشري الكينه هي الاخرى ما كيلقاش باش يشريها يعني ومني كيبغي يمشي للدياليز للرباط ما عندوش باش يركب كيسخف شحال من مره سخف بحال هكا في التران ومني كيسخف عير الناس اللي كيهزوه ما كيلقاش مسكين حتى باش يجي ترونسبور ديال الدياليز ما كيلقاش وكيبقى مسكين بحال هكا كيموت علاش يعني الانسان اللي عنده الامكانيه يشري الدواء يمشي للكلينيك يمشي واللي ما عندوش يموت اللي ما عندوش يموت حنا في حنا في حنا راه دوله متفتحه الحمد لله علاش ما يكونش الدواء ديال المرض مزمن بصفه عامه يكون مجان علاش بنادم كيموت بحال هكا علاش علاش الدياليز هنا ما يمشيوش الناس يديروا الدياليز فابور علاش علاش عندنا الراميد والناس كيموتوا بحال هذا علاش ماشي غير هوايا راه شحال من وحده هنا كدير الدياليز انا اللي كنهضر معاك عندي السكر عندي الكوليسترول عندي الطانسيو عندي بزاف تاع الامراض انا عندي الامكانيات باش نشري واحد اخر بحال هذا علاش انا يهوديه ملي نشوف خويا المسلم كيطيح بحال هكا كيتركل قدام واش الانسانيه ما كايناش واش الرحمه ما كايناش علاش حشومه كاع شكرا انا شريف خويا تنقول لكم هاد الناس هادو مكرفسين وبزاف مكرفسين بزاف بزاف ماشي شويه تنمشيو معاهم حتى للدار البيضاء باش تيديروا الدياليز وتيسخفوا لينا في التران ما من تنجيو هنا تيعطيوهم يزيدوا غير الدم هنا في قنيطره تيبقاو يديو فوق ويجيبوا فوق ما الشتاء الدم ما تيعطيوش ما تيعطيوكش الحق الانسان مريض غادي جاي تيديوه من باب المستعجلات لبلاصه التصفيه تيقول لا ماشي حنا المسؤولين المستعجل تيقول لك ماشي حنا اللي مسؤولين حتى الدم لا بغيتي تشديه ويا ربي تقاتل عليه ثلاث ايام اربع ايام ويا ربي عطاوك شخصيه وحده ويا ربي اللي عطاوها لك ويا ربي اللي عطاوها لك وباش ومني تتمشي تديري الهيلوس تتقولي راه غايديروه لك الناس بالفلوس ولا ما تلقايش حتى باش تديري داك الدم باش تزيدي للناس وهاد الناس مساكن ضايعين وبزاف مكرفسين بزاف لان اللي بغاو ولا غير تحاليل غير دوك الجلبات اللي تيكونوا في السبيطار الحومه تيشريوهم هما ب 7600 باش تيشريوهم باش تيديرهم كل شهر هذه اضعف الايمان عدد الدويات عدد التحاليل عدد وتلنا وهنايا ما كاينش لا ما كاينش حتى من يتسنط لك ما كاينش حتى اللي يحس بك ولا يعرف شنو كاين ما كاينش السلام عليكم امي ما كتشوش ومرا كبيره وكنديروها في الكروسه والله الا ما عاونوني الناس في التران وهاد السيده هادي الا ما عاونوش ما تطلعش امي مع داك الدروج ديال التران وكتكرفس وكتجي مسخسخه والدواء كيخرجوا لنا بالفلوس وعاد باش كنشريو دابا انا خرجوا لي دابا البراود ديال هذوك سميتهم ديال الحديد وخصني دابا عاد نشريهم ما عم كيعطوا لا دواء لا والو وما كاينش رحمه واحد السيد عطانا بلاصتو هنا في عند السبيطار الغابه والله هذاك من دون ما بغاش يرحمنا ما بغاش يعطيها لينا ما بغاش يعطينا ديك البلاصه قال لنا ما ياخذهاش ياخذها هادشي كامل ما بغاش يعطيها لينا قال لنا يجي شي واحد موراه هو اللي غياخذو ومي ما كتشوش عينو مرغبو فيه ومرا كبيره وعمي مرغبو فيه السيد ما بغاش يرحمها وكنديوها والله كنتكربصو معاها وكتجي مكربصه كنديوها حتى للدار البيضاء ومعذبه ومرا كبيره وما كتشوش ودابا المشكل اللي بغينا يديروا لنا السبيطار الغابه يفتحوا لنا ويديروا لنا الدياليز تما امي كتكرفس ما كتشوش وكتمشي عبد الكروسه وعندنا المشكل حتى في التران كيبقى يوقف عليك الكونترول كيهبطك من نص الطريق يبغى يكركبك من نص الطريق واش هذيك السيده كي غندير معاها تنهبطها انا كنخلص امي ما كتخلصش كي غادي كنتكرفسوا كينزلوا عباد الله في المحمديه باي بلاصه شحال من واحد كينزلوا بالنسبه للمرضى ديال قصور الكلاوي الناس ما عندهمش يعني باش يديروا الحصص كاينين الناس مساكن بالنسبه للسيده نيت عميه ما كتشوفش كتسمى غادا بها من هنا حتى للدار البيضاء
كتكرفص. وبالنسبه لهنايا في سبيطار الغابه يعني ما كيعطيوهمش وقت، ما كيهضروش معاهم، كتمشي تسول على النوبه ديالك فين وصلات كيقول لك لا ما وصلت نوبه، مره يقول لك 100، مره يقول لك 100 وزياده، كل مره وشنو كيقولوا لك، يعني كيبقاو يتفلاو على عباد الله. هنا ما دايرينش لهم محل لا بالنسبه للدواء لا بالنسبه للدياليز ولا بالنسبه للليباري اللي كيدقوا ولا تحال، والناس مكرفصين مساكن، كاينين الناس مساكن في حالهمش وكيمشيو مكرفصين. المسؤوليه تحملوها المندوب ديال الصحه، هادشي اللي المندوب هو اللي ما دايرش هو اللي ما دايرش الخدمه ديالو، هادشي اللي نطلبوا من الله يمشيو معنا. السيد بحنايك رئيس جمعيه مساند السكري، لاحظنا يعني للمره الثانيه على التوالي تديروا وقفه احتجاجيه بعد الاولى اللي درتوها امام مقر العماله، شنو تقول لنا اليوم على هذه الوقفه هذه وعلى ضد الاغماء اللي حصل في صفوف احد مرضى الحصول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحه هذه الوقفه الثانيه في 2017 اللي كدار دابا بالنسبه لمرضى القصور الكلاوي، ولكن مع الاسف كنشوفوا انه الاستجابه ما كايناش بطبيعه الحال. اليوم كان عندنا هذه الحاله اللي هي مؤثره دابا ديال الاغماء ديال السيد حافظ بوقطيب اللي بصراحه بقى فينا، نتمنى والله انه يجتازها ويثبتوا، فهو مريض بداء السكري ومريض بالهايبرتونسيون وعنده كيدير الدياليز نتيجه ديال السكري والقصور الكلاوي. فبصراحه انت كتشوف ما كتشوفوا دابا انهم هاد الناس هادو واش ما كايناش التفاته، كتبنا تكلمنا ما خلينا ما درنا بجميع الوسائل اللي هي ممكنه ان الدار 15 ما بين 15 و 20 واحد اللي كتمشي جوج مرات في الاسبوع للدار البيضاء باش تصفي، قلناها مرارا وتكرارا كيفاش هاد الناس هادو اللي غادي تمشيك ب 40 كيلومتر من واحد القنيطره ويمشي حتى للدار، يجي هنا القنيطره ويشد تران ولا الكار ولا المركوب مهم وصلت للدار البيضاء باش يتصفي ويعاود يرجع لنفس العمليه. فهذه ما نقبلوهاش كغرب، ما خصناش نقبلوها بصراحه. ما ماشي شي حاجه، شنو هي 30 مليون ولا 40 مليون اللي غادي تشري واحد توفر واحد الوسيله نقل لهاد الناس هادو؟ بقاو مشاو يجيو معززين مكرمين بحال الناس يحسوا بشويه ديال النخوه انهم فعلا مغاربه وانهم فعلا راهم عندهم واحد شويه ديال، وكاين الناس كاين واحد الالتفاته. ما كيلتفتوا لتا شي حاجه، كيلتفتوا للكره، كيلتفتوا للجري، كيلتفتوا للبشكليطات، كيلتفتوا كيعطيو الملايين ديال سميتو، ولكن المرضى ما باغي يعطيهم حتى واحد. داك اللي فعلا في حاجه ما باغينش يعطيه، واش كيقولوا له سير تموت ولا اش كيقولوا ليه؟ الله اعلم. المهم هادو رساله قصيره للعامل صاحب الجلاله، ما نقدرش يمكن لك تقول لي اش غادي نقول ليه؟ ما صراحه حتى انا تفاجات فيه بكل صراحه، لانه كان في الاول غادي معنا في الخط فهم، قلت راه جاب الله انسان عامل اللي كيفهم، ولكن لحد الساعه ما شفنا منه حتى شعار. اذا تستمروا في النضال ديالكم الى حين تحقيق المطالب ديالكم. اخر الاخبار سمعنا بانكم تقدروا يعني يكون تصعيد وتقدروا يعني المصابين يقدروا يضخوا في اضراب على الطعام. ماشي غير اضراب على الطعام، ممكن يكون اعتصامات، ممكن يكونوا لنا التصعيد كاين حنا ما غاديش نجلسوا ولا ويجي غير واحد، لان واحد يجي غادي نجلسوا حنا وياه. حنا جمعيه حطينا برنامج ديالنا اللي هو نضالي من اجل هاد الناس باش يوصلوا لها، فكان بعض التهديدات من طرف المسؤولين ديال الصحه اللي بداو كيقولوا لهم لانه اللي تصور ولا اللي حاجه ما غيعطيوش الدم ولا ما غيعطيوش هذه في حد ذاتها مناورات اللي بعيده كل البعد على الحق في العلاج. فالناس تجي عند مريض انت وتهددوا في حياته وتهدو في شخصيته وتقول له انه الا تصورتي ما ولا لو وقفتي عليه وطالبتي بحقك ما نعطيكش الدم. فهذه القمه ديال الاستهتار والقمه ديال الوقاحه ديال هاد الناس هادو كمسؤولين على قطاع كيتخلصوا عليه في الشهر ومخلصين عليه من الدم ديالنا حنا، من الدماء ديالنا، من خدام اموال دافع الضرائب، كيجي كيقول كيهدد كيقول لي باش ما ديرش الوقفه، باش يبقى هو مزيان، باش يبقى هو مبرع، باش يبقى هو موصل المراسلات، كيوصل انه كيقول المسؤولين انه كل شيء على احسن ما يرام. فصراحه حنا اللي كنا لقينا احسن ما يرام ما غاديش نجي غوات ولا معشوقين في الوقفات. فاقل ما يمكن يدار هما هاد الناس هادو يخدموا لهم السونتر. السونتر عباد الله كنتكلموا كنقولوها، السونتر لا كاباسيتي ديالته الطاقه الاستيعابيه ديالته ممكن يمشي حتى 300 مريض ب 25 آلة، عندنا حنا 28 آلة، نخليو ثلاثة الآلات للاستعجال والحالات الطوارئ ونخدموا 25 نضربناها في أربعة كتعطينا 300 وكتعطينا 100 واحد في النهار كدوز. إلا درنا الحصة الأولى والحصة الثانية والحصة الثالثة والحصة الرابعة، واش غلبنا لهذ الدرجة أننا نخدموا به أربعة سوايع في أربعة سوايع، يعني أربعة في أربعة 16 ساعة، حنا نحيدوا لها ساعتين ديالتها هي 18 ساعة، غادي يخدموا جوج ديال السيرفيس. عندنا المشكل الفرامية موجود، كل شيء موجود، بلا حتى شي واحد ما يكذب علينا يقول لنا راه ما كاينش البيرسونيل ولا ما كاينش الكونسومون.
كل واش انا غير ما غلبناش سونتر ديال الدياليز واحد اللي كاين ديال 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 البينيفول ديال البابور في السبيطار الغاب في السبيطار في الغرب ما خدامش مخدمين فيه 10 لي زاباري و 18 اباري محطوطه كيقول لك هذه ما كايناش يا اما كيقول لك فراميه ما كاينينش او الكونسومابل ما كاينش او لا شي حجاج اللي هي واهيه. واحد المشكل هو انه حتى واحد ما قدر يدخل معنا في الخط كمسؤول ويجلس لهاد الناس هادو الارض. اخر مره درنا في شهر 12 درنا سميتو العامل كيقول لك راه غادي تدرجنا ما اجتمعتش اللجنه وما اجتمعتش اللجنه حنا دابا في شهر 4 حنا غادي ما اجتمعتش اللجنه وعمرها غتجتمع. علاش شكون هاد اليد القويه اللي كتورك على هاد المرضى هادو ما بغاتش تعطيهم حقهم؟ شكون؟ بغينا غير نعرفوه يورينا وجهه ونعرفوه نمشيو لعندهم ربما نزوقوا فيه ولا نطلبوه ولا يعطينا شي حاجه. لا وقال نبقاو حنا تكلمنا كنقولوا انه الطاقه الاستيعابيه 300 مريض عرفتي شحال واخدين دابا ما كملش 60 مريض وحشومه 60 مريض في 28000 الدياليز معروف ماشي شي حاجه ما كنقولوش شي حاجه بالشينويه الدياليز معروف 28000 في سبيطار الغابه اليوم الاربعاء الناس مشات بغات شي وحده بغات تزيد الدم لقات السبيطار مسدود مع 12. شكرا السي بحناك.